لكن نرى الأسواق ترتفع. يعني هناك من يعتقد بأن هذه الأسواق هي فقط أو ما يسمى بالارتفيشلي جوينج أب بطريقة اصطناعية، ارتفاعات مصطنعة. يعني هل أنت توافق هذا الرأي أو برأيك أنه ارتفاعات قد تستمر إلى وقت أطول من ذلك؟ أنا أوافق الارتفاعات أنها سوف تستمر، هي ليست ارتفاعات مصطنعة. حسنا، نتائج الشركات جيدة ولكن ليست أحسن من المتوقع. ولكن ذكرت في الكثير من المناسبات حسين أنه في تخارج من أو توجه بعض السيولة إلى الأسواق الأمريكية، وهناك بعض المستثمرين ليس بالأخص محليين أمريكيين ولكن مستثمرين أجانب يروا أن الأسهم الأمريكية، بعض الأسهم الأمريكية فعلا مقومة بأقل من أسعارها الحقيقية. هناك تخارج لبعض الخروج أو خروج لبعض رؤوس الأموال من اليابان بسبب عمليات التسهيل الكمي التي قام بها البنك المركزي الياباني. هذه الأموال أو هذه رؤوس الأموال تتوجه إلى أسواق أوروبية، أسواق أمريكية. نرى هناك أنها تتوجه فعليا إلى أسواق الأمريكية. هذه الارتفاعات أيضا مدعومة بشراء من المستثمرين الأجانب لتحقيق أرباح مستقبلية بسبب العمليات، كما ذكرنا، عمليات التسهيل الكمي التي حدثت في اليابان. وأتوقع أن تستمر هذه الارتفاعات حتى نهاية هذا العام، وأتوقع أنه حتى لكن يا وليد يبقى سؤال حسين بالفعل، سؤال بالفعل بلا إجابة، لأن البيانات الاقتصادية بالفعل غير مشجعة، حتى بيانات المتعلقة بنمو الناتج الصناعي في الولايات المتحدة تراجعت ونمت بأقل وتيرة لها منذ ستة أشهر، وهذا غريب أن نشاهد مثل هذا الأداء، أداء الشركات أو الأداء المايكرو أو الجزئي للاقتصاد أفضل من أداء الكلي للاقتصاد، وبالتالي ربما هنا نوع من التناقض في الأداء. شكرا جزيلا لك وليد جرادات على التواجد معنا وإثراء حلقتنا لهذا اليوم.